هذا الغزال العربي عند عبد رزقه مجرد فاشلة غزال عربي قتسلة قتسلة المها ورا عم راقبهم المها العربي وراهم fighting with their horns ريفن غزيل المها العربي ينقش رايح وجاي هذه لسه عم تعض عليها رجليها بايتين دقس لك fighting with their horns head to head راس براس لسه
هاي واحدة واحدة وراحت أخيرا. هاي هاي ظلت وهذيك راحت. هذا هو هاي طبعا أول حيوان هاي بالحظيرة 63 أول حيوان في حديقة الحيوانات دبي. هذه هو الغزال العربي. يعني احنا سعيدين جدا بهذه الزيارة إلى حديقة حيوانات دبي.